طيب معانا تشكيل الترجي. الترجي التونسي لحراسة المرمى صدقي الدبشي، وده هو حارس المرمى اللي لعب الماتش الاخراني ماتش الذهاب، ورباعي خط الظهر محمد بن علي ومحمد بن حميده ظاهرين ايمن وايسر، وقلبي الدفاع ياسين مرياح ومحمد امين توجاي، رباعي خط الوسط غيث الوهابي محمد علي بن رمضان حسيني كوليبالي معتز الدام، وثنائي المقدمه رشاد العرفاوي ومحمد علي بن حموده. مره تانية صدقي الدبشي لحراسه المرمى، رباعي خط الدار محمد بن علي محمد بن حميده ظاهرين ايمن وايسر، ياسين مرياح محمد امين توجاي قلبي دفاع، رباعي خط الوسط غيث الوهابي محمد علي بن رمضان حسيني كوليبالي ومعتز الدام، وثنائي المقدمه رشاد العرفاوي ومحمد علي بن حموده. كابتن هاني، نتكلم في البدايه على رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي الاهلي، هل كنت تتوقع عدم حدوث تغيير سوى علي لطفي ولا لا؟ كنت متوقع تغيير، يعني كنت متوقع تغيير يعني بكل امانه كنت متوقع تغيير على الاقل اثنين. مش هقول لك يعني هيبقى في التشكيل الاساسي في تغييرات اربع خمس لعيبه، طبعا الشناوي غيابه طبعا للاصابه، لكن كنت اتوقع اثنين. طيب على مستوى انت كنت تتوقع عشان الاريحيه والافضليه الاهلي بثلاثة في الماتش الاولاني؟ لا، هو اللي عمله يمكن كولر زي ما الكابتن اسامه قال، هي جزء منها رساله للعيبه، احنا ده الويننج تيم بتاعنا اللي تكسب بيه العب بيه. كويس. رساله للعيبه ان احنا نازلين بالفول باور بتاعنا بنفس التركيز بنفس القوه وبنفس الاداء. لو غير اربع خمس لعيبه ممكن يوصل زي ما الكابتن اسامه قال ان احنا نفك شويه، يعني ما تاخدش الامور بجديه كبيره. فدي على الجانب المعنوي شويه، دي رساله من كله. طيب على الجانب الفني كنت اتوقع على سبيل المثال انه يلعب مثلا بالقندوسي في نص الملعب مكان حمدي فتحي، احمد القندوسي، لكن ممكن هو يقول لك برضه هو ميوله هجوميه اكتر فعايز امن شويه خاصه الشوط الاولاني، فده برضه يدي اريحيه لخط النص. كنت اتوقع احمد عبد القادر مكان يا اما يبدا مكان الشحات، الشحات يبقى ورقه في ايديك. كهربا اعتقادي ان هو بدايه كان لازم يبدا، كهربا ماشي بشكل كويس جدا، فمكان يعني هم دول الاثنين لعيبه، قندوسي في نص الملعب واحمد عبد القادر في الجبهه الشمال. انت كان وجهه نظرك برضو ان هو يريح حمدي فتحي النهارده؟ اكيد يعني انا برضو خلي بالك برضو ليها حسابات بالزبط. يعني احنا ما بنقولش ايه الصح وايه الغلط، ما خلي بالك في الكوره ما فيش صح وغلط، يعني انت ليك وجهه نظر ممكن تبقى تنطبق في الملعب وتبقى هي دي وجهه النظر الصح، وممكن تعملها وتخسر وتبقى الوجهه النظر الخطا يعني، لكن ممكن جدا يكون ليه حسابات مختلفه، ممكن جدا عايز يدي حمدي 60 دقيقه، عايز يامن بشكل كويس او يلعب بالشكل اللي متعود عليه، ولو لا قدر الله خد انذار لا هو كمان معانا في المباراه النهائيه الاخيره. أيوة. مش هيفقد المباراه النهائيه الاخيره، دي ممكن تكون وجهه نظر. انا متاكد ان دي جزء من الحسابات. طب انا اخسره في المباراه اللي هنا في القاهره، احنا عندنا فول باور والجماهير و و و و، لكن بره هيبقى الامور الدفاعيه. انا كنت بتكلم مع كابتن اسامه، ممكن ده حسابات، ممكن الامور الدفاعيه محتاجه هناك اكتر، ممكن نكسب 1-0 وبالتالي لازم امن نص ملعبي. فلو خسرت حمدي فتحي في المباراه النهائيه الاخيره ممكن تسبب لك شويه مشاكل. هي عمليه حسابيه صحيح، عايزه شويه يعني توفيق في الاخر. ها؟ عايزه توفيق. عايزه توفيق بالزبط. ولكن يعني هو بيفكر، بس من ضمن الافكار الراجل بيفكر يعني صحيح. فلا، لكن انا شايف، انا كان مخيلتي كمان كان ممكن يبدا بخالد مكان محمد هاني، يعني كان ممكن برضو خالد يخش مكان محمد هاني، لكن انا بقول لك المسج اللي هو عايز يوصلها، احنا فول باور نفس الفرقه نفس التيم، الشناوي للاصابه، وانا متاكد ان شاء الله لو الامور مرت كده هيدي الفرصه، هيدي فرصه. طبعا صحيح. يعني هتلاقي القندوسي، هتلاقي خالد، وهتلاقي مع محمد شريف ممكن جدا هيكون موجود، طاهر، محمد طاهر، يعني هيدي برضو الناس صحيح اللي ما بتشاركش بشكل كبير يعني. صحيح. هي رساله زي ما قالوا كابتننا الكبار من مستر كولر للعيبه، مفيش استهانه، والدليل التشكيل اللي هيلعب هو التشكيل اللي لعب ماتش الذهاب واللي كسب الترجي هناك 3-0 باستثناء علي لطفي اللي بيلعب النهارده على حساب محمد الشناوي المصاب. كل التوفيق للنادي الاهلي.